السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو مش طبخة خالص خالص، النهاردة فيديو لعب وهزار وضحك وفرفشة وسويت. بصوا كوليكشن كده من حاجات حلوة جدا. انا كنت في مرسى مطروح، قضيت اسبوع من يوم الجمعة اللي فاتت ورجعت امبارح الجمعة. اول مرة اركب بنانا، ركبنا البنانا بوت. بصوا انا من النوع اللي بخاف جدا جدا من ان اركبها، ما خدتش التجربه دي ولا مره. زوجي اصر المره دي انه يركبهاني بالعافيه، قعدت لا ومش عارفه ايه وحاجات كتيره كده. المهم مجبر اخاك على بطل، طبعا لازم اسمع كلامه. فركبت البنانا بوت وعينك ما تشوف الا النور بقى. سويت بطريقه، بص يعني انا كنت حاسه ان الشاطئ كله كان بيضحك عليا، بس بأمانة ربنا طلعت تجربة حلوة جدا جدا جدا. لانش ماشي بسرعة عالية والبنانة معاه بسرعة جامدة جدا. لا بصوا اتفرجوا على الفيديو هتعرفوا قصدي ايه. حاج ميت، حاج ميت، خليك في دايما.